كابتن اسامه، شوط تاني مختلف تماما عن الشوط الاول في استغلال الفرص. يعني انت قلت قبل الماتش ويمكن برضو بين الشوطين قلت بتيجي فرص كتير وهتيجي فرص كتير، المهم نعرف نستغلها ازاي ونخلص الماتش بدري. مظبوط، الفوارق كبيره بين الفرقتين وده واضح من المباراه الاولى اللي رغم ان احنا تعادلنا فيها 1-1 وما كناش كويسين، وباين في بطولات النادي الاهلي ولاعبته الدوليه وفرقه الحرس طبعا، يعني فرقه النيجر عامه بصفه عامه في كره القدم في المستوى الثالث ولا الرابع في افريقيا بعاد يعني، فالفروق كبيره جدا وكانت واضحه، والتوقع ان كان النادي الاهلي هنا ملعب حلو في لعيبه دخلت زي بدر بنون وقفشه والمجموعه دي هيقدروا يعملوا فرق، وفي ثغرات كتير جدا في فرقه الحرس الوطني، لا تنظيما في الدفاع قادرين يقفوا، واضحه جدا من مصيده التسلل اللي بيلعبوا فيها بسذاجه جدا، فكل الكلام ده كان واضح ان احنا هيجي لنا فرص كتير. هي كان الفيصل انك انت تستغل الفرص صحيح. وفعلا انت تسهل عليك اتسهلت عليك المباراه في الاول في الدقيقه 9 والدقيقه 16، يعني في اول ربع ساعه انت جايب هدفين، ولكن ضاعت الفرص السهله في الشوط الاولاني، دخلت فرقه الحرس الوطني في المباراه بالهدف اللي جه في الدقيقه 34 صحيح. الشوط الثاني كان مهم جدا 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 الهدف الثالث، طالما الهدف الثالث جه وهو ده هدف الاطمئنان في المباراه وان النتيجه هتفتح خلاص، لان هم اذا قدروا يرجعوا للمباراه او يرجعوا للامل والنتيجه تبقى 2-1، لما تكون 3-1 صعب عليهم قوي في المستوى ده ان يرجعوا تاني يجيبوا جونين في النادي الاهلي. يعني الهدف الثالث دوت نقطه تحول وانهى المباراه مبكرا، قضى على المباراه وبدري في الدقيقه 58 قفشه، يعني بعد 10 دقائق تقريبا او 11 دقيقه 12 دقيقه من الشوط دقيقة. 13 دقيقه 45 13 58 مظبوط، انا كنت تجاره يعني ما بعرف احسن وشاطر في الرياضه، فيعني 13 دقيقه من الشوط الثاني الهدف الثالث جه هو ده هدف انهاء المباراه صحيح، والاخطاء بتاعت فرقه الحرس كترت وبقوا استسلموا ويطلعوا قدام بعدد كبير، تلاقي اتنين في الدفاع فاي تمريره بسيطه او تفكير انفراد، وقدر لعيبه النادي الاهلي يجيبوا 3 اهداف تاني بسهوله صحيح، وكان ممكن الحصيله كمان تزيد. فانا شايف انه النادي الاهلي شوط تاني قدر يستغل الفرص او بعض الفرص اللي جات له، لانه لو استغلنا الفرص بشكل اكبر من كده في الشوط الاولاني والشوط الثاني كان ممكن على الاقل تبقى 8 مثلا صحيح. فالهدف الثالث يعني باكد ان الهدف الثالث هو خلاص اللي ادى او رصاصه الرحمه بالنسبه لفرقه حرس الوطن صحيح. فجون قفشه اولا هدف رائع اتصرف فيه حلو جدا، لما تيجي الاهداف ونتكلم عليها باذن الله، عملها بهدوء قوي ورقص وبعدين حطها بالشمال، كانت نهاية المباراة بالنسبة لي. والنادي الأهلي قدر زي ما قلت يجيب أهداف 3 تاني، ومبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله بقى لما نخش دوري المجموعات يبقى التركيز أكبر وهيكون معاك التدعيمات بقى الجديدة اللي أنت جبتها، التدعيمات الجديدة تكون رجعت والانسجام يكون أكتر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.